www.adakira.com. هو وغيره القناه إيه عندما خلينا في عبد الرحمن يوسف. نعم ياك. حنا عبد الرحمن اليوسفي يعني التاريخ ديالو كان محاميا ثم انخرط في السياسه وكان من المؤسسين ديال اتحاد الشركه للقوى الشعبيه ياك. لا هو من الاولاني كان من المؤسسين ديال الجامعات المتحده لحزب الاستقلال. هو كان في حزب الاستقلال كان عضو في 1943 1943 كان عضو في حزب الاستقلال. انا معك حنا تنهضروا عليه دابا من يعني حتى مزيان مش بدنا نيت الحزب الاول اللي كان واحد الاستقلال اسمع بعدا هو كان استقلالي حتى ولا يعني الشراكي. هذه هي الخطه يمكن لي نقولها يمكن جهنميه. علاش؟ يعني كانت يعني من بعد ما كانوا في حزب الاستقلال هو المهدي نيت الله يرحمه المهدي من مكه كذلك بخلاف الفقيه المصري الفقيه المصري كان حزب الشورى محمد الفقيه المصري كان حزب الشورى والاستقلال ولكن يعني عن قناعه في ذاك الوقت كان تخلى عن حزب يعني عن حزب الشورى ولكن هذاك الوقت اللي داروا يعني انشقوا على انه هو الركب ديالهم والمسيره ديالهم في الاتحاد يعني في حزب الاستقلال ما غاديش يبلغوا بها واحد المقصود. داروا الجامعات المتحده لحزب الاستقلال ثم الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه يعني بيفي الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه منه خرج الاتحاد الاشتراكي. هذا الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه منفصل يعني ما ولا الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبيه حتى لواحد المده طويله بقى الاتحاد الوطني للقوى الشعبيه. وكانت الغايه هنا وهو الحزب الوحيد تكريس الحزب الوحيد والهضره على هذه يعني واسعه بزاف كثيره و منين ولد عبد الرحمن اليوسفي في مارس 1924 والعمر ديالو دابا 88 سنة في مدينة طنجة وحصل على بيني وبينه 10 سنين ليسونس في القانون وعلى الدبلوم من الشباب المغربي المتحمس والدبلوم الدولي لحقوق الإنسان. نعم الوظائف ديالو كانت كثيرة والأنشطة ديالو كانت كثيرة كذلك والاعتقالات ديالو كان والمحاكمات لا ما كانش عنده اعتقالات كان عنده احكام ولكن هذاك الشيء كله كان تم الاعتقال وحكم عليه بسنتين فتم العفو عنه فعليه حسن تاني كانت الاعتقالات لحقاش كان هو محمد الفقيه المصري. لا هذيك شكل اخر عرف هذيك الاعتقالات محمد يعني الفقيه تحكم بالاعدام تحكموا ما غير تحكم تاو غيابيا الاعدام ولكن في هذيك الفتره نعم هذيك الفتره هي اللي كانت عصيبه. كانوا في الفتره ديك الساعه كانوا مدير جريده التحرير 53 اشنو الاسباب اللي كان مدير اللي كان مدير هو الفقيه المصري وكان عبد الرحمن اليوسفي بجوج هما كانوا بجوج هذاك الاتهام اللي كانت وجه لهم هذيك الساعه هو التحريض والعنف والنيل من الوطني العام ثم يعني يعني عفى عليهم حسن ثاني الله يرحمه. هنا اعتقد يعني احد عدد من الاعتقالات في يوليوز 20963 مع اعضاء اللجنات الاداريه الوطنيه للقوى الشعبيه بسنتين شجنان مع وقف التنفيذ وقد عفي عنه 1965 يوليوز تشرين الثاني 1965 هنا ملي خرج من الشجن السي عبد الرحمن اليوسفي كان في القضية ديال المهدي بن مركة اللي كان قتل ديال المهدي بن مركة في فرنسا بالعاصمة باريس استدعى هو كشاهد مشى لفرنسا سي عبد الرحمن اليوسفي ملي مشى
اعتبر راسو هو منفي ولا من الناس المنفيين، ما بقاش باجي نمر. هذه الاسباب باش بقى هو تما في المنفى. مشى هو كان شاهي، شفت القضية. فإذا به سرق هو منفي. لا هو منفي وسرق هو، هو في المعارضة، هو في كذا. نعم، احنا نبغي نتكلموا عليه بكل اختصار. وهو يعني وجود الاتحاد الوطني للقوة الشعبية. نعم. من بعد ما تأسست الجامعة المتحدة لحزب الاستقلال، والغاية من ذلك، غاية وهو استعمال جناح المقاومة المغربية كجناح مسلح، في حين الاتحاد الوطني للقوة الشعبية جناح سياسي. أنت سبق قلت لي في واحد بعد الحلقات ناقشت ما كان السيد محمد يوسفي، قلت لي بان هو في العهد ديالو مثلا 1951 حتى 52 53 كانت هناك مؤامره تتامروا حتى على الملكيه. طبعا هذا هو الاساس، هذه لا يعني ما يمكنش تكون مخفيه. لان في 52 مع ذاك المد ديال الناصريه ديال يعني ديال يعني ديال اسمو جمال عبد الناصر، بقات التاثير ديالها حتى لهنا. وفي تاسيس نادي الجيش التحرير ديال الشمال كانت هذه الفكره رايجه على انه تحرير المغرب العربي ككل، جناح يعني يعني الجيش التحرير يعني في المغرب وفي الجزائر، باش يكون واحد تنسيق فيما بينهم. هذه من جهه، ولكن هذا الشيء اللي كنت تقول انت راه شيء خطير، لان الناس دابا ديك الساعه كان نقولوا المقاومه تدافع باش يرجع الملك الى البلاد، هذا هو المشرف، والناس لها تخطط ضد الملكيه. هنا صفر فاصله يعني صفر فاصله يمكن نقولوا واحد من اسره المقاومه جد عليه هما اللي كانت عندهم هذه الفكره فقط. اما 99% من حاملي بطاقه سيره المقاومه اللي هما مقاومين حقيقه، اللي هما كونوا المقاومه من بعد في محمد الخامس، ما كانش عندهم الفكره نهائيا، كلهم كانوا متشبتين بالعرش ومتشبتين برجوع محمد الخامس، لان كيعتقدوا على ان برجوع محمد الخامس استمرار يعني الحصول على الاستقلال وغيره. وكذلك منهم حتى كانوا صغير تعرف قيل بصري الزعيم ديال المقاومة في حجر الاستقلال كانت عنده هذه الفكرة أساسا، لما كان راجعوا الخطابات ديالو والمناهج ديالو والمسائل ديالو كلهم كيتشبت محمد الخامس بخلاف السياسيين اللي هو المهدي بن بركة وعبد الرحمن الجوفي. نقول لك أنا لأنه حسن، شكون حسن الثاني الله يرحمه، في واحد الخطاب سابقا كان خطب وقال بان المغرب يعني غتوقع عليه تكا قلبيه هذه في 98. هذه في 98 كان تتبع لهذا الشيء اللي وصلنا له دابا، ولكن هذا الشيء منين جا؟ هذا الشيء جا منين جا؟ جا من فجر الاستقلال، جا من السيطره على المقاومه المغربيه في هذاك الوقت من طرف هذيك العناصر اللي قلت انا 0.01 ولا 0 يعني 0.99 كاع يمكن نقولوا تباعوا وغيرهم، اللي استحواذ على حكم المغرب، وفي نفس الوقت وهو اللي ادى لهذه الكوارث كلها، يعني هذاك الانقلاب الاول والثاني والمؤامره ديال 63 وغيره وغيره وغيره، والان باقي بعض العناصر اللي هما الشباب وكذا مثبتين بهذه الفكره، لان صعيب باش تحيدها منه. لان هو دابا الشاه. الشاه دابا راه شكون اخر؟ الشاه. لا الشاه من قبل 1953. لا الشاه من قبل الاستقلال وبعد الاستقلال يومنا هذا عند واحد الثقه راه غير في الملك. الان هذا هو الان. دابا راه الشاه باقي تلقى في الملك. شتي دابا هاد الحكومات اللي مرات واللي دازات وهاد الشيء ما تتبني انا ما عطات شي حاجه اللي هي يعني لهاد البلاد هاد الوطن وهاد البلاد عطاتو شي حاجه اللي جات تقدير الغرض والله يرحمه ولاد ادريس. علاش؟ لان التاثير ديال الظروف في فجر الاستقلال هي اللي باقا متمسكه، هي الان باقا يعني كتتلاشى شيئا فشيئا حتى يمكن غادي تكون ان شاء الله الاستقاله فيها. غير هاد الدستور الاخير. لان المغرب
تقريبا ما عرفتش شحال الوزاره اللي دازوا فيه من مبارك المكي. وزيد. واحمد. عن عدد الحكومات. ابراهيم. احمد بحنيني. احمد العراقي. احمد عثمان. احنا عدد. محمد بن هيمه. محمد كريم العمراني. عز الدين العراقي. محمد عبد الكريم العمراني. عبد اللطيف. يعني واحد تكرر في هالمليح واحد اسم الحكومه. هذا اللي جبتو حتى العباس الفاسي. ما نقولش دابا عبد الكريم الكيلاني، ما نقولش بنا يلاه بدا. هاد الوزاره كلهم راه 60 سنه. 60 سنه وقلت يمكن لينا نقول 60 حكومه. راه 60 حكومه. راه 60 حكومه وما عطات والو. شنو وصلنا؟ دابا اللي وصلنا لهاد الاحتجاجات. مع الاسف. كلشي تيغوت. مع الاسف. لا سمح لي انت دابا تشوف حنا تنعيشوا هادشي. مع الاسف. كلشي احتجاجات. مع الاسف. الصحه احتجاجات، التعليم احتجاجات. الموظفين احتجاجات، داخلية تايرة ما قاداش بهاد الاحتجاجات، شكون اللي وصلنا لهادشي؟ اللي وصلنا لهادشي وهما عناصر اللي هما سيطروا على الحكم، وبالفعل سيطروا على الحكم، 1958 حتى الآن 1960، حكومة عبد الله إبراهيم، العناصر فيها. إبراهيم، إبراهيم، عبد الله إبراهيم. حكومة عبد الله إبراهيم، العناصر فيها. كذلك من 1998 ل 2002 كان عبد الرحمن حتى لهنا. اذا هادو هما عناصر يمكن لي نقول فيهم بعض. ولكن دابا ماشي زعما حنا ما نقولوش خطا للحسن الثاني الله يرحمه. لا ماشي خطا ولكن ما كانش يخطا. علاش جابوا؟ علاش جابوا لهنا المغرب؟ وعطى الوزاره الاولى. ولكن فيها خير. فيها خير. علاش جابوا لهنا؟ كانت يعني كانت تولت خافيه بحال دابا الان. دابا الان كاين واحد الفوضى. واحد الفوضى الان غير يعني لما تقرا جريده الاتحاد الاشتراكي يعني مثلا فيها بعض الالغام. في المقالات اللي كتكتب فيها هناك الغام كثيره. نوبه هدوء ونوبه عواصف. وبالاخص ذاك الركن الاخير اللي هو يعني كسر الخاطر. كسر الخاطر يعني كتلقى يعني مدبدب يعني حتى في الفكر ديالو السياسي فيما يتعلق يعني بالحزب اللي هو غادي فيه. هذا هو الخطر. دابا حنا تنهضروا على الحكومه من فجر الاستقلال الى يومنا. ولكن دابا الان شكون اخر؟ شكون يستافد؟ دائما كيستافدوا الاقطاعيين وكيستافدوا الناس اللي هما يعني كيتاخذوا يعني السياسه يعني ك يعني ك يعني ك يعني ك يعني مهنه. وبالاخص دوك اللي هما كانوا سيطروا على الموقف فاش الاستقلال هما غير في هذا الانصاف والمصالحه خدوا ملايين. شكون اللي خد؟ لا اسمح لي. شكون اللي خد الملايين؟ خدم واش المتضررين؟ لا خداوها بعض يعني بعض المتضررين هذوك يستحقوا الناس اللي مشاو ولا السماسره كلهم هذو كاع يمكن لي نقولوا كيستحقوا. ولكن الاخطر وهم الناس اللي هما كانوا هددوا سلامه الدوله وتسببوا في كوارث الدوله وقاموا باعمال اجراميه او يمكن اعمال قتل يمكن ما نسموهاش اجراميه في المعارضه وكذا ولكن اعمال قتل وغيره. ولكن خداو على القضيه تعويضات وحكموا خدمت التعويضات او سجين وخدمت التعويضات. هذا خطا. فين الانصاف والمصالح؟ الانصاف والمصالح راه واحد مظلوم. هذه راه جات الانصاف والمصالح. الانصاف والمصالحه مع واحد مظلوم. هذه راه جات الانصاف والمصالحه. وجبت الحق ديالو بان مظلوم. هذه نيت كان عنده وكان كرر هذه المسائل جات في الخط ديال الانصاف والمصالحه. وكاين امثله كثيره. كاين امثله. كاين بعض المقاومين ولا بعض الناس اللي هما سياسيين اللي هما يعني ما يعني كانوا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. واستغلوا الظروف. استغلوا الظروف ذاك الوقت تسجنوا وتعذبوا وكذا وخداو ملينات. خداو ملينات لانهم كانوا اداه. هادو يمكن لنا نسمحوا لهم على اساس انهم مشاو مغرر بهم. ولكن الناس اللي غروا فينهم؟ وخداو في الفليسات. والناس اللي عن قناعه قاموا اجرام خداو في الفليسات. يعني هذه المسائل يعني يمكن نقول بكل صراحه باسله. ولكن باش
تفرج واحد المصالح واحد الانسان مع الذات مع يعني مزيانه، ولكن واش تحت هذا الحق ديال المقاومين اللي هما قاوموا من اجل هذه البلاد؟ بغيت نطرح لك واحد السؤال وتجاوبني. وانا دائما كنجاوبك. انت من 1956 خدنا حنا الاستقلال ياك اليومين هذا 2012، شحال ديال الاختلاسات اللي انت غير سمعتها او شاهدتها او في بعض الجرائد تتنشر، شحال ديال المظاهر هذا بس يا هاشم بحال دابا هذاك يعني يعني خالد علي وات وغيره هادو هما اللي قلنا المره الاولى السؤال اللي قلت له المره الاولى جاوبك عليه هو الناس هادو هما اللي كيستافدوا. الانسان كيدعي بالاشتراكيه وكيدعي بالتقدميه وكيدعي كذا، الاخرين ما تعطيهم مسؤوليه في واحد واحد القطاع اهم القطاعات بحال يعني بحال يعني يعني البنك ديال يعني العقار يعني سياش ويقول امانه فيه ويسمع بغض النظر عن واش تعطاتو اوامر واش 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 كذا، خصو يكون صريح في الامر. انا نفهموا حنا دابا غير نفهموا الحكومه ديالنا الحكومه ديالنا حنا على راس ديال الوزير الاول كحكومه. نعم. واش حنا 4 سنين 4 سنين 5 سنين هل عندنا شي تنظيم كاس ديال كرة القدم تيجيو المتنظمين او المنظمين؟ حنا كمنظمين تيجيو الناس مشاركين تيلعبوا تيساليو اللي ربح ربح واللي خسر خسر مشاو بحال هذا. هادشي اللي دارينا اليوسف اليوسف جا من فرنسا جا المغرب حكم فيها 4 سنين ولا 5 سنين مشى لفرنسا استفدنا حنا منه استفدنا استفدت البلاد من هاد السيد. ولكن كاين دابا الان من بعد 2011 ولا واحد العهد خرج جديد. ما هو هذا العهد الجديد؟ كاين دستور ثاني، كاين حكومه الان حقيقه. انا كنقولها شخصيا حكومه ولو في بعض الاطراف يساريين حكومه قادره ماشي يعني موضوعيه باش يمكن تحقق بعض يعني بعض الاهداف، ولكن شكون غادي يخليها؟ هذا هو الصعيب. بحال دابا لما كنجيو العداله التنميه العداله التنميه والحركه الشعبيه والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكيه وحزب الاستقلال، هادو اربعه ديال هما اللي مكونات ديال الحكومه الان حقيقه. ولو كاين واحد التناقض في تكوينها بحال دابا حزب التقدم الاشتراكي يعني صعيب باش يتلاقى مع العداله والتنميه باش يتلاقى جا الظروف. علاش؟ لان الحزب ديال التقدم الاشتراكي في الاصل ديالو كان نازيه لما كان رجل التاريخ ديال علي كنلقاو يعني مكون من مكونات المجتمع المغربي اللي يبغي يخدم مصلحه المغاربه. بقات هذه السلاله غدا حتى مات جا يعني جا مولاي يعني مولاي يعني مولاي اسماعيل يعني كذلك دابا هذا نبيل بن عبد الله كذلك، ولكن كاين بعض الثغرات. انت دويتي على مولاي اسماعيل العلوي. مولاي اسماعيل العلوي الاول اللي قبل من هذا هذا بن عبد الله. نبيل بن عبد الله يمكن يقول يمكن لي نقول غادي في الخط ديال مولاي اسماعيل العلوي اللي كان غادي في الخط ديال علي عطا. ولكن شكون اللي غادي يخلي هادو اللي يفوزوا يقوموا يعني بواحد مد يد المساعده العداله والتنميه والحزب الحركه الشعبيه اليوم اصيلين في يعني في خدمه الدوله. الدوله ك يعني ماشي الدوله كمنظومه ديمقراطيه اللي كيقولوا كذا، الدوله كدوله مغربيه عندها 12 قرن. انا تنقول لك السي محمد السي البرهماني تنقول لك انا تنقول الراي ديالي هذا ومن التجربه ديالي والفهم ديالي والاستطلاع ديالي والبحث ديالي تنقول لك من 1956 جي استقلال يومين هذا الحكومات كاع اللي جاو استافدوا غير هما ولادهم عائلتهم الاراضي الفارغه هذا الى اخره. الشعب والوطن اشنو اش عطاو هاد الناس؟ لا ولكن فرق كبير. اش عطاو؟ خسروا منين وليني خدام البلاد. هادشي اللي قلت لك من قبل دابا الان في عهد جديد وفي عهد حكومه جديده.
يمكن لان الاحتياجيه كتكون حكومه تجي تنقولوا هذه الحكومه ماشي بحال بحال. لا ماشي بحال بحال. هلا هلا دابا ماشي انت ماشي انت ماشي انت لا حنا لو حنا كنا تنقولوا هادشي ولكن هنا ما تيعناش ما تجيش الحكومه هذه الحكومه صافي غتكون البلاد بخير وعلى خير وغادي يجدوا من القدام وغادي غادي وما بالعكس شحال الحكومه ديال دابا عاد ممكن اي ولكن دابا عاد خور دابا ولات المحاسبه ولا بعض يعني بعض المسؤولين اليوم حنا نرجعوا للمحاسبه المحاسبه تحاسب غير هذه الجوده لا لا خصني تحاسبوا الاولانيين راه كاين القانون الجنائي يعني واحد واش ما تحاسب توا لا هم غادي هذا فين ما عمرنا سمعنا شي واحد لا عليه للمحكمة المقرة على أساس أنت جيب لنا داك دوك الميزانيات اللي ختي وجيب لنا اللي اخترت الحمولات على شنو عندك على شنو كش صرفتي اش باقي عندك اش ما عندك فين مشي هادشي ما كاين حتى حاجة حتى حاجة ما كاينة وهذا السؤال كان طرحوا لي معاك إلى جاي في هذا الموضوع هذا وكنتمنى من الله تبارك وتعالى يكون خير وديما تنقولوا هذا السي راه ديما تنقولوا هذا السي راه ما تجيش حكومة تنقولوا حنا هاد الحكومة هادي ما عرفناش واش الحكومة تكون مغلوبة على الأمر ديالها لكن عراقي كاين عراقي كاين عراقي بحال دابا هاد الحكومة نفسها الآن الحكومة هي عملت غير لما كان جو غير يعني هاد الإذاعة والتلفازة دفتر التحملات ديال الإعلام نعم هو في مسائل أنا واخا ما قريتوش بالضبط غير لما كنشوف عناصر اللي هما كيتصارعوا عليه شكون كنعرف شنو الموضوع ديالو. هذا دفتر التحملات اللي جا السي الخلفي واجد كيتصارع. ايه ماشي سهل. هذا راه كلشي ناض ليه. وبالاخص انا سيدي مول في واحد. وتعين عليهم. وتعين عليهم. وانت كيفاش بغيتي الحكومه ها هو الخطوه الاولى. ولكن ها هو الخطوه الاولى هما ارض. البارح سيدي توقف في هادشي معايا. كنعتقد على انه الملك في الاخير غير ولا البارح ولا غير البارح. البارح يعني كي البارح الخميس البارح هو عين الملك جوج عين مدير ديال ديك يعني ديال يعني ديال يعني يعني ديك المؤسسه ديال الصبري يعني السبعي ومدير ورئيس. الرئيسة وهي امرأة والمدير وهو رجل ها هي الآن بحال تفك هذاك الخلاف ديال دفتر التحملات ونفس تجمد هذاك ماشي غنقولوا تجمد ما عرفنا فين غادي واش غادي يتجمد ولكن غادي يمكن يطبق معنا كاين يعني كاين يعني كاين اسمو يعني السلاسة أولا يعني التسهيل تطبيق هذاك الدفتر ولا غيره لكن ما يكونش متشائم لا حنا ماشي متشائمين متفائلين متشائمين ولكن حنا الا تنشوفوا على الخطوه ديالنا لقدام ما نتفاجئوش على اربع خطوات الى الوراء وكنعطيو غير مثلا في ذاك القطاع اللي انا فيه قطاع المقاومه وجيش تحرير نرجعوا يلا سيدي هذا القطاع هذا هو اللي خصني انا نتكلم في المجلس هذا نقاش هذا نقاش هذا نقاش اعتبروا نقاش انت دابا يلا شي واحد العدد من الاعداد ديال الجرائد او الصحف قلت لي العربي الرقيق يفتح النار على السي مصطفى الكثيري من دون سلام هذه فضيحه هذه فضيحه فضيحه هذه خرجت في واحد الجريده في الخميسة واقيلا هي وكذا على انه واحد عنوان باريس العربي الرقيق يفتح النار على كذا ويطالب برحيله وكذا كذا ويطالب برحيله ويطالب برحيله يمكن لي الا تسمح لي نبدا كدغيا دغيا في المجال غريبه غريبه هذا السؤال هذا ها هو الحاج العربي الرقيق يفتح النار على الكثيري طالبه بالرحيل ودعا الى محاسبته على ما اقترفه من ظلم في حق رجال المقاومه بالاقليم كان هذا الشخص هذا ما كيعرف على الاقليم انا يمكن لي نضيف في المغرب كله ولكن بتحفظ حول ما يقوله الحاج العربي الرقيق هذا اللي كنعتبره خطير شيء خطير انتما كمقاوم ياك كنقولها دائما انتما حاربتوا للاستعمار تخرج خرجوا الاستعمار ياك وعلاش الان انتما ما قدرتوش تحاربوا حتى
السيد المسؤول عليكم لان هو مصالحي. لا 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 ما نقدروش نحاربوا، عرف علاش لينا على الحقوق ديالكم. ايه على الحقوق ديالكم، لا اقل ولا اكثر. في نطاق القانون. هنا 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 كاين هذوك الحلقات كلهم راه تكلمت فيهم انا على هذا الموضوع، ولكن لخصوا مزيان يعني واحد الفتره قصيره. شنو ما ديروش انتم وقف حتى يجي يطلب المحاسبه؟ دايما كاين كاين المحاسبه ديالو كانت كما نتحاسب باش نعرفوا شنو هو دارج ما دارش شنو كاين. هاد الوقفات كلها كانت احتجاجيه، واخرها واحد الوقفه دات 7 ابريل 2012 دار الكبير. انا ضد هذيك الوقفه شكلا لا موضوعا. نعم شكل علاش؟ شكل لينا هذاك هذاك النهار ترحم على ارواح الناس اللي ماتوا في الذكرى ديال ديال يعني الزياره ديال الملك محمد. واش هادوك اللي هادوك الشهداء اللي بغيت ترحموا عليهم نتوما؟ نعم راكو لك كانوا نوضوا من القبور ديالهم. اي غادي نيجيو غيهضروا اكثر من كفار الكلام. اي حنا واش هذا ديال الصحيحه ولا ما الصحيحه؟ ايه صحيحه. غير نوضوا من القبور ديالهم ويهضروا على رسلتهم ويهضروا عليكم نتوما الاحياء. ايه فضيحه. كان نتوما الاحياء ما بقاش تقدروا تهضروا، هما هذوك اللي غايلوا من القبور ديالهم وغادي يهضروا عليكم نتوما. فضيحه. ولكن شكون هو المتسبب؟ شكون المتسبب؟ هو الذي يتصرف بمفرده. كيتصرف بمفرده وهو ما يمكنش واحد كمسؤول يتصرف بمفرده، باش يتصرف بالقانون. وبأمر وبالأخص إذا كان مسؤول من الإدارة العليا. نقول هنا كاين واحد الإطار، واحد القانون اللي هو اللي كيحدد ليه المسؤولية ديالو. وبالاخص بحال الانسان لما يعرض عليه صاحب الجلال ويقول له الاسره على بها وكون من راني لا هما لا شي هما هما سمح لي نقول الكلمه هذه وانا تنتحمل الهضره اللي تنقول. راه قال لي تيبان لكم سيدنا تيبان لكم قدام تسولهم تسالهم كيفاش الحال ديال اش يقول لهم بخير اسيدي بخير نعم اسيدي بخير ما تهضروش بكم اسيدي راه كاين وكاين وكاين علاش؟ هادي هو الفضيحة. علاش؟ يغطي يعني لا سيدي بخير ويسمع لي الخير. أو الإنسان يدير فيه الثقة. فهمتي؟ راه تيقول بخير، إذا إلا دويتو نتوما تقول له هذا تيقول لي بخير والناس كلهم تتوقع بحد شنو هو هذا الشيء هذا؟ إذا نتوما هذوك الناس فوضويين، تعتبروا نتوما ناس من الفوضويين، تديروا الفوضى. مزيان باش نلخص لك الله يعينك في هذا الباب هذا، كاين بعض المجموعة ديال المقاومين هذه المرة اجتمعوا أخيرا وداروا جوج ديال المناشر. مزيان منشور حول الاحتجاجات ديال أسرة المقاومة وجيش تحرير اللي كانت 7 أبريل في درب الكبير. وما كتبه بعض يعني واحد الصحفي في واحد الجريدة الأحداث المغربية وما كتبه المندوب السامي كيوضح الوضعية. نعم هنا كاين توضيح أهم، توضيح أهم راه غادي يكون في واحد المنشور إن شاء الله يمكن غادي تتوزع هذه الأيامات باش كيوضح من يعني الوضعيه الحقيقيه اللي هي خصو يوضحها المندوب السامي واللي خصو يتلافاها في حدود هذاك الحدث اللي وقع نهار 7 ابريل وما قبله يعني في يعني سواء في مقبره الشهداء ولا في المندوبيه السامي. ثم كاين حدث اخر وهو كنعتبره اخطر وهو هذه الايامات الاخرى كتب المندوب السامي رساله ووزعها على بعض المقاومين اللي هما كان كيستافدوا من واحد المنحه ديال الدوله، ديك المنحه ديال التعويض الاجمالي. طلب منهم وهذه مراجعه ديال يعني هذوك الاشخاص اللي هما كيستافدوا من ديك المنحه اكتشف هو في الاخر المراجعه ديال الملفات ديالهم اللي كانوا كيحصلوا بها على ديك المنحه على انهم ما دفعوش له واحد الدخل ديال الرخصه ديال السيارات الاجره اللي هما كيستافدوا منذ 2002. الغريب في الامر هو انك كان مندوب سامي ديال الدوله وعندك عندك عندك قطاع مسؤول عليه خاص واحد وهو رئيس قسم الشؤون الاجتماعيه وما كتسلم هذيك المنحه الا بوثائق الا بدراسه. الوثيقه كتجي من النيابه الاقليميه وكتحضر من مصلحه الضرائب منذ 2002 او لا منذ 2006 بحال الوثيقه اللي هي الان اللي هي موجوده كاثبات
منذ 2006 وانت كتصرف، راه كاين اللي صرفتي ليه تعويض الاجمال يعني المنحه الاجماليه منذ 1976. خطير على انك تجي حتى اليوم وتكتب رساله اليوم وتقول لهم ودير لنا بحثنا حق الملفات ديالكم اللي كتقادوا على ديك الاجره، اكتشفنا على انه كاين ما فيهاش المدخول اللي ديال سيرة الأجرة اللي هي مسلمة لكم من 2002. غريب. شنو كتحدد لهم اجل 15 يوم. غريب هذه، هذا كاين واحد المنشور غادي يكون في هذا. اسمح لي. هو اللي جعله هو يسكت من 2006؟ حنا هذا سؤال خصو يجاوب عليه هو. من 2006. راه إدارة هذه. لا واش واش دوك المخبرين اللي كاين وثائق راه وثائق وملفات صعيبه الا ما جيتيش غير على سنوات يديروك السيد عجي. انا قلت لك انا قلت لك واحد الاعلان واحد الانذار ما جيتيش. صعيبه اشنو السكوت اللي سكت من 2006؟ هو اللي خصو يجاوب عليها. ولا هاد الناس دابا اللي غادي يبدا يسيفط لهم على هاد الرساله هادي غيسيفط لهم كان شحال من واحد ماشي غير هذا. لا راه صيفط واحد العدد منهم راه صيفط، ولكن انا غريب انا كنبرك مع المقاومين هنا وهنا، وكان واحد العدد اصدقاء ديالي ديال المقاومين بزاف نعم كنعرف شي وحدين عندهم نفس الوضعيه ما مصيفطاش ليهم. علاش؟ هذا سؤال هو غادي يجاوب عليه مصطفى كثير. لا ما يمكنش راه اداره هادي وكاينين شي وحدين. لا مش وحدين اداره تابعه للدوله. صعيبه هو مندوب سامي هو اللي مصيفط كل شيء. واش السواسية أمام القانون؟ هذا دابا إلا صيفط غيصيفط لكل شيء. هذا دابا الله يخليك غادي تسمح لي نعم دابا هذا هو الوقت اللي كنتي قلت لي من قبل، الوقت اللي كيستقبل صاحب الجلالة المسؤولين وكيسولهم كيقولوا تيكذبوا عليه بحال دابا هذه مليحة إلا عرفها تيكذبوا عليه واش يقدروا يقولوها؟ لا خصنا نقولوا ليه لأن راه أمانة هذه عمي مزيان. إذا تدخل أنت تدخل أنت مثلا رئيس ملك البلاد تدخل وانت في الامن راه امانه عطاك امانه وانت تدخل راه خيانه امانه. لا سيدي بيضا بيضا كحلاك حلا انا مالي وثاني باش ياخذ عليك حتى هو السلك وبالاخص لما هو سي مصطفى كثير يعني كنقول الاسم ديالو كله كيقول لك انا كان في التعليمات ديال صاحب الجلاله انا المسائل كلها هو رجل التعليمات صاحب الجلاله ياك صيفط لهادو وهادو ما صيفطش لهم هنا والتعليمات اللي تعطيها هما نفس نفس الملفات نفس الملفات واش هو اهمال؟ شنو هو هذا؟ سير هذا وهذا ما تصيرش هذا صعيبه ولا سير بناء العشوائي يقول هذا وقول لي هذا عندك دوز هذه الحاجه اخرى نتكلموا عليها ماشي مشكل هذه راه غادي تقول ماشي مشكل يمكن لك تسمح يعني يمكن لك تسمح لي انا عندي بعض انا ما كنتكلم الا بالوثيقه نعم ما يمكنش لي نتكلم انت تكلم بالوثيقه عندي انا دابا الان هنا في يدي نعم واحد الوثيقه ديال فقيه البصر فقيه البصر هذاك ماشي وثيقه هذاك راه فيه وثائق وثائق ماشي غير وثيقه بحجم على تميتها هنا كاين واحد الكلمه ديالتي انا نعم كنت غادي نلقيها في التأبين ديالو الوقت اللي مات ديك الأربعين ديالو كنت غادي نلقيها كانت الكلمة هذه الكلمة ما كتكتبش هرج هنا كتبين الوضعية ديال الأسرة ككل هذا وفي حياته هو في حياة الفقيه في حياة الفقيه كنا عملنا واحد تجمع كبير ديال المقاومين تقريبا حاضرة فيه 47 إقليم اللي كيمكنش المقاومين ديال المقاومين اللي حاضرين يعني من الرباع من الخميس من القلعة الصلاه تقريبا راه نصف ديال المغرب هذا 47 وكنت كلمه صعيبه ولكن بالنسبه للمقاوم كل اقليم جاو فيه ثلاثه اربعه كذا وكان وبالتسجيل لقيت الكلمه هذاك الاجتماع اللي كان نهار 21 يونو 1998 باقي الحسن الثاني الله يرحمه باقي الحسن الثاني في هذاك الوقت في هذاك الوقت اللي كانت السكتة القلبية ولا ما السكتة القلبية وهذا كان من العناصر ديال السكتة القلبية ولكن من العناصر كان جناح مسلح ديال المقاومة المغربية القائد الأعلى ديالهم هو هذا
القائد على ديال القائد على ديال المقاومه المغربيه هو هذا. هذا غريب. زيد شي وضح لنا شويه ما قائد الاعلى القائد على اسم السنه هذا كان القائد هذا هو سؤال مطروح. القائد الاعلى دابا تنعرفوا هذا هو سؤال مطروح وباقي الان التاثير ديالو الى يومنا هذا. هو اللي قبل منه هو المغفور الحسن الثاني. هذا هو ومن بعد استقال هو محمد الخامس. هذا هو كان القائد الاعلى ديالو. هذا غريبة انا اللي كنعرف القائد الاعلى بالمقاومة روحيين ومعنويين هو محمد الخامس. هو محمد الخامس. ما فيها لا لا ولا ولكن هذا كان كيتكلم بسميتو قائد المقاومه. هذه المؤامره اللي كنهضروا عليها هنا وكان يتكلم. هذه المؤامره. هذه المؤامره اللي هضرنا عليها. هذه المؤامره اللي كانت في 51 و 53. هذه هي صعيبه. هذه المؤامره الناس كانت تامر على الملكيه والشعب ما هذه صعيبه. الشعب ما كانش على بال. هذا نعم. هذا الوقت اللي جا في 1995 جات 95 انا ما شفتو حتى 97 عامين. عامين هو انا في المغرب وما شفتوش. نهار شفتو كنت غير انا وياه ودريس بن بوكر في الدار ديال هاد ومعنا الله. اول زياره شفتو فيها هو جا كنت انا باك حتى كادخل قال لي لحد دريس بن بوكر واش عرفتي هذا؟ قال له الله يهديك شكون اللي ما عرفش الابراهيمي ولكن شرف رغم انه كبر مني هو بزاف. انا دليل قاطع على ما عارفني مزيان. انا لانه هذا ما شفتوش من 1959. نعم. حتى 1997. نعم. ولكن لما نجي نتكلم على هذا الله يرحمه كان مع الملكيه. هذا هو اللي بغيت نبين. وكان مع الملكيه هو رئيس هو رئيس ديال هذا اللي نقول كان هنا هو على حسب التصريح اللي قال وتصريح خطير واعمال خطيره اللي كان فيها على انه كان كيضرب الجلابه ديال الملك. انا قلت الجلابه راه لابس الملك حيد الجلابه ودوي معاه وكل الى جنبه. هذا كان سر بينه وبينه في هذاك الوقت. هذا هو وهذا كان حزب الشورى والاستقلال. حزب الشورى والاستقلال هذا هي يعني مسائل غريبه والحديث على هذا طويل جدا. هو اللي كيطلق كاع من الكتابات ديالي والمسائل اللي كنروج كلها هي هذه. و السي برهماني ما سخيناش بك باش نشوف معك اسمو ودابا باش نختم مسكين ولا ديال الحلقه الاخيره هو قيل نختموا هذه الحلقه هذه. نعم نختموا هذه الحلقه بهذه هذه ونشوفوا ان شاء الله المستقبل اش غادي يكون هناك. اذا كان شي جديد اعطوا تاني انا راه الاشاره تلقاو وهذا. وباش نختموا هذا الاسمو نقراو واحد سوره الفاتحه على الشهداء من المقاومه والاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الله يرحم موسى عليهم ويرحم المسلمين اجمعين ويرحم محمد الخامس والحسن الثاني الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين والشهداء وقدماء جيش التحرير والاباء ديالنا والاجدادنا وجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.